يقول السائل: بعض الشباب الذين اهتدوا بسبب سيرهم مع شباب طيبين، الآن نلاحظ عليهم بعض الانتكاس، فماذا نفعل؟ هذا الانتكاس له أسباب، ذلك أننا نجد كثيرا من الشباب يقولون: كنا في بداية الهداية نحس براحة نفسية، نحس بإقبال على الخير، نحس بتلهف وشوق إلى رحمة الله، ولكن سرعان ما نفقد ذلك، سرعان ما تتغير القلوب بعد فترة معينة، فما هو السبب في ذلك؟ يقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك أن كثيرا من الشباب لو نظر في حاله عند بداية الهداية وحاله الآن لوجد البون شاسعا. لقد كنا في بداية الهداية تتفطر قلوبنا شوقا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكنا نحسن الأدب مع العلماء، وكنا نحسن الأدب في الحديث، وكنا نراقب الله في أقوالنا، وكنا نراقب الله في أفعالنا، ولكن غيرنا فغير الله علينا. نعم، لما تغيرت تلك المجالس التي كانت مليئة بذكر الله، مليئة بالتذكير والتواصي والأمر بالحق، لما تغيرت إلى القيل والقال وكثر وإضاعة الوقت في أمور قد لا يحبها الله ولا يرضاها، قد تبلغ إلى الغيبة، وقد توصل إلى النميمة والعياذ بالله. فلما تغيرت تلك المجالس والعياذ بالله تغير الحال. فلذلك ينبغي أن ننظر في حالنا. إن بعض الشباب قد يغتر بعد الهداية، بعض الشباب إذا أصاب لذة الهداية لربما يغتر إلى درجة قد يخطئ فيها العلماء، وقد يجترئ فيها على القول على الله بدون علم. فهذه الأمور هي التي أظلمت بها القلوب، وهي التي تنكبت بها الأقدام في الدروب، وحادت بها عن طريق علام الغيوب. لأن الإنسان إذا كان صادقا مع الله صدق الله معه، فينبغي لنا أن نعيد النظر في حالنا الآن، وينبغي أن نتواصى بأمر مهم يضيعه كثير من الشباب، وهو عدم الغرور. ينبغي للإنسان دائما أن يكون محتقرا لنفسه ولو كان أكمل الناس هداية. ينبغي أن يحس بأنه بحاجة إلى رحمة الله، بأنه بحاجة إلى عفو الله، ولا يتعالى على إخوانه. فبعض الشباب الذين لهم قدم سابقة في الهداية قد يتعالى على إخوانه المتأخرين في الهداية، وقد يفعل أمورا توجب انتكاس قلبه والعياذ بالله. فالمقصود أن الذي سئل عنه من تغير الأحوال سببه أمور أوجبته، وهذه الأمور جلها وأعظمها أن القلوب تغيرت. فبعد أن كانت خاشعة أصابها نوع من القسوة، وأصبحت في غفلة عن ذكر الله، فبليت من السقم والمرض بقدر ما أصابها من ذلك. فينبغي للإنسان أن يراجع نفسه، وأن يحاول قدر استطاعته أن يكون هاديا صادقا في هدايته، وأن يحاول احتقار نفسه مهما صدر منك. لا تنظر إلى من هو أسفل منك، بل انظر إلى من هو فوقك وسابق غيرك في الطاعات، وتنافس معه في المرضات. فذلك يدعو العبد إلى الثبات على الهداية، والله تعالى أعلم.